اذا اهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام مرحبا بكم من خلال البث المباشر على قناتكم دائما شوف تيفي هنا من الاقليم ديال تاونات الجماعه ديال بوشابل بطبيعه الحال ملعب القرب اللي تواصلوا معنا الشباب هنا بطبيعه الحال واللي صراحه اسئله وعلامات استفهام تطرح من خلال هذا الملعب ديال القرب اللي رصدت له ميزانيه ضخمه بالاقليم ديال تاونات وبالجماعة ديال بوشابل لكن تفاجئنا حول ان هذا الملعب كيعاني واحد التهميش واحد الاقصاء لمتابعينا متابعينا ومشاهدينا الكرام ما غيمكننا نقولوا الا انها فضيحه بكل ما تحمله الكلمه من معنى شوفوا غادي نقربوكم لكم تشوفوا المهزله لي في السير كيفاش دايرين آه يعني داك الشيء كارثي ومهزله وتلقينا وتوصلنا فيديوهات اللي آه صراحه كتعبر على لا 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 ما فهمتش يعني من حسب التصريحات قبل قليل في الفيديو ديال الشباب من 2018 والمشروع يعني قائم بذاته ولكن للاسف الشديد لم يتم استغلال الشباب هنا كيلعبوا في الحمري ربما وعندهم ملعب اللي آه بتمويل المبادره الوطنيه التنميه البشريه اللي ما كيستغلش آه حال المنطقه يدمي القلوب هنا في الاقليم ديال تاونات هنا في الجامعه ديال بوشابل وكيتسائلوا هاد الدراري علاش اسيدي نتوما جيتوا صوبتوا هاد الملعب ميزانيه اللي هي ضخمه ولا يتم استغلال ديالو وما كتخليوناش نلعبوا فيه علاش لم يتم يعني استكمال الاشغال واعطاء انطلاقه اللاعب فيه للاسف الشديد غادي نمشيو تصريحات متابعينا ومشاهدينا كل الاصدقاء اللي معنا هنايا بجامعه بوشابل سيدي تبارك الله عليك الله يبارك نعم. فيك سمو صيف تحياتي استاذ كما شفت قربنا من الصوره من الوضعيه ديال هذا الملعب هنا في الجامعه ديال بوشابل اللي ترصدات له ميزانيه كبيره واش كتلعبوا في هذا الملعب ولا ما كتلعبوش فيه. يعني انت كتشوف استاذ راه هذا الملعب غير صالح للعب بتاتا يعني سيدنا هو عطانا المبادره هنا باش يكونوا الملاعب ديال القرب للشباب هنايا ولكن للاسف هو لم من 2018 لهنا لم يتم الانجاز ديال هذا المشروع هذا ولم نستفيد بعد هذا هو المشكل اللي كنعانيو منه هنا الشباب في المنطقه كيف كتلعبوا دابا نتوما الكره كنلعبوا غير في, الارض هكايا عاديه في التراب عاديه من غير من هنايا ما مك نعم. كنلعبوش يعني اذا اذا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه هي برعايه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه عطات ملعب القرب يعني مولات ملعب يعني بهذا الحجم راه غادي نتحدثوا 40 مليون لفوق بطبيعه الحال اكثر اكثر من 40 مليون ربما أكثر أكثر يعني ما غنعطيش الرقم بالضبط ما عرفش لان المعلومات ولكن انا كنقول اكثر من 40 مليون اللي صرفات اللي على هذا المشروع من اجل باش هاد الدراري يبقاو يلعبوا بواحد الطريقه محترمه ما يكون جمعيه مسؤوله على هاد الملعب ولا مهم يلقاو الدراري الشباب فين يلعبوا كره للاسف هو الشيء الملعب في حاله يرثى لها الفيستيرات واحد الحاله كارثيه للاسف الشديد ومتوقف هذا المشروع خويا السلام عليكم وعليكم السلام خويا هذا الملعب هذا شنو شنو الكارثه هذه هاد الفضيحه هذه ديال هذا الملعب هذا كما كتشوف المبادره الوطنيه عطاتنا التيران سيبنا عطانا كل شيء ولكن التيران ما كاين لا اساس ما كاين حتى شي حاجه كنبغيو نلعبوا فيه كيقول كي لك مازال ما كاملش هذه من 2018 حنا حنا بدون تيران مستغلين غير السوق نلعبوا فيه حاليا دابا كنلعبوا غير في السوق يعني كما كتشوف ميزانيه كبيره خرجت لهاد التيران وحنا ما استفدناش منها حنا مازال مازال كان مستغلين غير السوق اللي فيه نعم ملي كيخوى السوق كنلعبوا فيه وملي ما كيكونش السوق كنجيو كنلعبوا في التيران ديال السوق كاع ما كان كاع ما من التيران من الـ 2018 مازال تبططوات ما كاينينش عساس ما كاينش, كاينش. كما شتي الدوتش و نعم راه في حد الحاله لا محتاج نوصف لكم وصافي راك شتي اللي كاين السي مصيف فهمتي شكرا انتما كطالبوا كشباب باش اما يحلوا لكم هذا الملعب تلعبوا به اما اما غير ما عندهم ما يعني خص شي حل يعني خص آه. آه. حس... نعم تفضل خصنا شي حل ضروري مع ما... التيران كاين وسيدنا عطانا كل شيء الا انتم خصكم تنفذوا انتم مسؤولين خصكم تنفذوا فهمت كيفاش خصكم تنفذوا لنا المطالب ديالنا تجيبوا لنا بوطوات شوف عساس خصكم تقوموا بالواجب ديالكم نعم شكرا جزيلا خويا اذا المتابعين كما كتسمعوا على غناخذوا الشباب كاملين بطبيعه الحال كما كتسمعوا على اللسان ديالهم أه سيدنا الله ينصرو المبادره الوطنيه للتنميه البشريه الاموال اللي كتصرف على ابناء الشعب المغربي بطبيعه الحال ولكن التدبير ديال هذه الموارد للاسف الشديد كيفاش كيتم تدبير آه قطاع الرياضه في الاقليم ديال تاونات هذه رساله للوزاره المعنيه رساله للمسؤولين على الاقليم ديال تاونات كيفاش ملعب يتبنى بهذا الحجم وبهذه الميزانيه الضخمه وي وما يتمش يعني للاسف التفعيل ديالو اعطاء الفرصه للشباب باش يسقلوا المواهب ديالهم باش يمارسوا الرياضه بطبيعه الحال كنشوفوا ميزانيه ضخمه ولكن للاسف الحاله كارثيه ديال الملعب الحاله لا دخلتوا غتلقاو بان الحاله كارثيه للاسف الشديد الجماعه ديال بوشابل هي تابعه للنفوذ التربوي ديال الاقليم تونس بطبيعه الحال آه غادي نزيدو ناخذوا تصريحات خويا تبارك الله عليك تحياتي تحياتي لكم آه، بغينا ندويو على هذا الملعب هذا الملعب القرب هذا الملعب القرب مهم باش آه، ما البنايه ديالو ما داولنا بطوات ما داولنا واحد استغلوا واحد الميزانيه كبيره بائدة لهذا الطيران وفي سيري كن كلاوها غير هما يا صافي ما كملولناش داك 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 الشيء اللي عليهم ما دارو دا دا والو صافي دوروا به الصور داروا له شويه البوطون آه 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 ما استفدناش ما نعم استفدنا يعني استفدنا والمبادره عطاتنا عطاتنا اه عطاتنا مين اللي كتسمم مسؤوليه الناس اللي مسيرين اي المسؤولين نعم المسؤولين فهمتيني دابا بلا من آه بلا ما نقولوا الاسماء اه بلا بلا ما المهم المسؤولين اللي مكلفين بهذا الشيء كنقول لهم الله ياخذ فيكم الحق هذا الشيء اللي درتوا راه حشومه وهذا <applause> و... الشيء عيب والله القاسم لعيب ديروا لنا حنا ولادكم ديروا لنا فهمتيني بغيو لنا بغيو لنا الخير لقدام انت كتشوف داو لنا تيران دوروا به غير صالح اللعب دابا هاد التيران دخلت لعب تلعب فيه ما يمكنش كدير تلعب اه راك شتي دخلتي دخلتي تصور راه حاله لا. لا يرتو لها فهمتيني هاد الشيء راه لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الله ياخذ فيهم الحق هذا الشيء اللي كان إذا الرسالة ديالكم وصلت إن شاء الله خويا تفضل السلام عليكم كما تشاهدون ملعب القرب جماعة بوشابل هو من المساهمة المبادرة التنمية المبادرة الوطنية التنمية البشرية والجلالة محمد السادس نصر الله خرج ميزانية باهظة كما تشاهدون ملعب القرب ليس 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 صالحا للعب بتاتا عندما تشاهدونه من الداخل لفيسيير مهمشين روائح كريهة آه و بالعشب داخل الملعب هو مخرب تماما اما البنيه التحتيه فهي فيها عباره عن شقق وحفر كما تشاهدون مستودع الملابس ليس صالح تماما روائح كريهه فهو هذا الملعب ليس صالح للعب كما تشاهدون فهو مع عندما بنيت دار الشباب كانوا ي كانوا يتركون هنا مجموعه من الادوات منها المسامير وسيما والحديد اذا لعب شخص تما يقدر يتهرس مثلا او لا تقع له شي حاجه ولا هذا كشباب شو كطالبوا هنا هذا الملعب اعطاه لكم سيدنا المبادره صوبت خصو اما يتفعل اما خصنا نستافدوا من هذا نعم, نعم، خصنا نستافدوا من الملعب خرجت الميزانية هائله الثمن باهظ ولكن لم نستفيد منه اين ذهبت هذه الاموال هل هي استغلتها الجماعه في شيء اخر ام فرقوها بيناتهم لا ندري اين تم استعمال هذه الاموال الباهضة رقم خيالي خرج لهذا الملعب لكي يستعمل لكن مستوى. بدون مستوى كما تشاهدون عبارة عن سيما ليس حتى بالعشب أو الاصطناعي أو مثلا الحقيقي فهو عبارة عن سيمة ورمال ونحن نلعب في ملعب للحمري الحمري الرملة والتراب ليس ليس له مرمى ليس له شباك شكرا جزيلا إذا المتابعين أنتم كشفوا خويا السلام عليكم هذه المسؤوليه هذه كنحملوها شكون من المجلس السابق لانه هو اللي كان المسؤول على هذا الشيء وكان في امكانه هو يهضر على هذا الشيء وما يخليش هاد الاختلالات هكايا وهي هو اللي كتحمل المسؤوليه الاول وجميع جميع المجتمع المدني اي واحد كيشوف هاد المهزله هكايا وما كيهضرش فهو كيتحمل المسؤوليه وهذا التيران هذا اصلا ماشي غير بنو تيران وما داروش راه ضيعونا في تيران كان عندنا تيران كبير هنا وكنا كنلعبوا فيها بالحمري حسن ما دابا 1000 درجه كنلعب غير في التراب وما تلعبش في هذا دابا ضيعونا في تيران وهاد التيران هذا غير صالح للعب بتاتا يعني غير صالح للعب يعني كان جميع الممارسات كيمارسوا في هذا التيران هذا لا, 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 علاقه يعني ضيعونا في التيران هنا كانوا خلونا غير الارضيه ديالنا راه ضيعونا في التيران كان مخير كاع كنا كنلعبوا فيه 10 10 11 11 تيران كبير دابا بنوا التيران هذا الصغير ومواصفات غير لائقه يعني المواصفات ديالو ماشي ديال التيران يعني نعم لا بوطوات لا اناره لا والو شكرا خويا اذا متابعينا ومشاهدينا الكرام كنا معكم هنا من الجماعه ديال بوشابل الشباب كيطالبوا بضروره تفعيل هذا الملعب باش يلعبوا فيه يصوبوا لهم غازون اصطناعي لما لا أه حقهم هذا سيدنا أعطاه هذا المشروع هنا الجماعه ديال بوشابل بطبيعه الحال الميزانيه خرجات المشروع الدال ولكن خصو يتكمل هذا المشروع وخاص صراحه نوقفوا مع الشباب ونشتغلوا معاهم ونحقوا الابسط الامور اللي هي ملعب ملعب القرب اللي ممكن لانهم يلعبوا فيه بطريقه محترمه كنحييكم كنشكركم بزاف على حسن التتبع ديالكم المشاهده الى ما لقا بكم في بث مباشر اخر شكرا